لكم تاني عشان نقول لكم كل التركات بقى الحلوه اللي بتخلي دايما الريحه كده واو. بص يا بنات، بالنسبه لبنات او ولاد على فكره، وكمان مامز اللي هم عندهم مراهقين او عندهم بنانيت وعايزين يفيدوهم، او حتى داخلين في طور كده يبقوا عرايس وحلوين كده. بصوا بالنسبه للجسم، اول حاجه فيه علشان دايما تبقى ريحتنا حلوه ونظافه، ازاله شعر الجسم. زي ما قلت لكم في وسائل ازاله شعر الوش، في كمان ازاله شعر الجسم. طيب نعمل ايه؟ طب ايه الادوات دي؟ بصوا انا كنت شرحها باستفاضه كل وسيله مميزاتها وعيوبها، هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف عشان تشوفوه كده بتمعن وتختاروا الوسيله المناسبه ليكم، علشان هو ده اللي بجد يعني، هو فيديو طويل كده شويه بس هيفيدكم جدا، من اول الحاجات الرخيصه قوي للحاجات الغاليه بكل وسائلها. طيب بعد ما بنشيل شعر الجسم ايا كانت الطريقه اللي احنا اخترناها، تاني حاجة لازم الشاور. لازم الشاور كل يوم. طيب الشاور ده يعني ايه؟ يعني الاستحمام كل يوم، لازم مرة في اليوم على الاقل بعد ما بنيجي او قبل ما ننزل لازم يكون في شاور، تمام؟ طب الشاور ده بنستعمل ايه؟ بصوا انا ضد الصابون، ما بحبوش لانه فيه صودا كاوية وفيه مواد معينة بتجفف البشرة. طيب انت تحب نستعمل ايه؟ نستعمل شاور جيل. في شاور جيل من موباما. يعني ايه شاور جيل؟ الشاور جيل ده بيكون زي المنتج ده كده، تمام؟ بيكون شاور جيل، تمام؟ بيبقى زي كده بنحطه على اللوفه وبنبدا ان احنا نغسل بشرتنا. بيعمل كده رغوه وريحه وترطيب حلو قوي. طب تفضلنا لنا ايه؟ بوبانا. طبعا كل الحاجات اللي بقولها دي هتظهر، الصور موجوده برده معايا هنا، هحاول انزلها لكم واحطها لكم. الشاور جيل ده حلو جدا، بيرطب وبيدي ريحه حلوه وكمان بيعمل فوم كده حلو. طيب نستخدم مع اللوفه ايه؟ اللوفه افضل لوفه انا بحبها هي اللوفه المغربيه. انا جربت اللوفه العاديه واللوفه السيليكون. السيليكون كمان جبتها وموجوده في صندوق الوصف، وجبت كمان الفرشه الجافه وموجوده برده في صندوق الوصف، كل الفيديوهات دي موجوده. بس انا اكتر حاجه حبيتها هي اللوفه المغربيه، بتقشر البشره. وكمان انا على فكره ما بستعملهاش كطمي مغربي ولا اي حاجه، لكن بحط الشاور جل مع اللوفه دي وابدا ان انا اغسل جسمي، فبيبقى حلو جدا جدا جدا، وبتلاقوا كده نتيجه حلوه. وبستخدم مره في الاسبوع سكراب، انا كنت بعمله في البيت، موجود برضو الفيديو بتاعه في صندوق الوصف، اسمه سكراب بالقهوة، تحفة للناس اللي عندها جلد وزة جلد، ده بيبقى يعني محبب شوية كده والشعر بيبقى موجود تحت الجلد، حلو جدا بيرطب البشرة. بيكون عبارة عن سكر وحبة شاور جل وحبة قهوة بس بكميات متعادلة كده، علشان يكون سميك عشان لما نفرك بقى في جسمنا يبقى طري وفي نفس الوقت ينظف ويكشر البشرة. هسيب لكم برضو طريقته في صندوق الوصف. بعد ما غسلنا بشرتنا وشلنا الشعر بتاعنا وكمان يعني خدنا شاور بالكامل وعملنا له سكراب، نعمل ايه؟ اقول لكم انا، لازم البشره تترطب بحاجتين، يا اما زيت اللي هو بيبي اويل بتاع الاطفال، او بيكون لوشن اللي هو الكريم زي ده. طيب ده امتى نستخدمه؟ ده امتى نستخدمه؟ اللوشن نستخدمه في اوقات الصيف والبشره الدهنيه. الزيت للبشرة الجافة، تمام؟ بنحطه على جسمنا، لو حابين نشطف الزيت بعدين مفيش مشكلة، بس بيسيب طبقة معينة على البشرة كده للبشرة الجافة فترطبها. أما اللوشن بيكون مواسي البشرة العادية والبشرة الدهنية. طيب ترشحي لنا أهل لوشن؟ لوشن أحسن لوشن فيه ريحة حلوة قوي وبتثبت هو انشانتر. اختاروا بقى براحتكم، الروائح كتير في الوردة الصفراء والبينك والموف والحمراء براحتكم جدا، زي الصورة برضو اللي انا هسيبها لكم فوق هنا عشان تبقوا عارفين شكله واسمه. بالنسبة للستيرز حلو قوي بس ريحته بتروح على طول، فيعني انتوا لو حابين تبقى ريحتكم حلوة قوي خلوكم مع انشانتر. طيب بعد ما رطبنا بشرتنا كده، بصوا بقى التركة الحلوة دي، وهي مسك الابيض. المسك الابيض من حامي المسك ده، على فكرة العبوة بتبقى 30 لـ50 جنيه، حلوة جدا. بنحط بعد ما نحط اللوشن وكل الكلام، بنحط البسيط منه على معصم الايدين ورا الاذن بين الصدر في الاماكن كل اللي فيه تنيات وفيها نضبطات، تمام؟ زي هنا زي هنا وهكذا في الرجلين ورا الاذن، كل الاماكن اللي تكون مدارية ممكن نحط فيها. على فكرة بتفتح البشرة وبيدي ريحة تقعد مدة طويلة، وبتبقى ريحة كده نظافة وحلوة، لو جربتوه بجد عمركم ما تستغنوا عنه. اسمه مسك ابيض من حامل المسك، تمام؟ ده احسن مسك. انا جربت من الريان قبل كده ما عجبنيش خالص، لكن حامل المسك هو اللي ريحته حلوة قوي وثابته وجميلة وسعره حلو ومناسب. طيب ده بالنسبة للنظافة ونخلي ريحتنا حلوة. في كمان بقى حاجة اسمها بادي ميست او بادي
سبلاش، بودي ميست او بودي سبلاش، يعني هما تقريبا زي بعض، بيكون كده سايل كده تمام. بعد ما بنخلص الحاجات دي بنرش بقى على جسمنا كله قبل ما نطلع من الحمام. بس هو كده هتحسوا نفسكم كده بقى ايه، تحفه. ما تنسوش اهم منطقه، وهي منطقه اسفل الابط. اسفل الابط ده لازم يتشال الشعر على طول اول باول، اول ما يظهر باي طريقه كانت، زي الطرق اللي انا طبعا زي ما قلت لكم في صندوق الوصف هتلاقوا الطرق كلها. طيب بالنسبه بقى للاسفل الابط، لازم مزيل عرق. مزيل عرق تمام. طب مزيل العرق كنت انا عامله ريفيو عن منتجات كتير، من منتجات كتير جدا من ستارفيل، وكنا كمان جايبين منتجات يعني من ليديز سبورت، وكنا جايبين منتجات كتير تمام. بس بصراحه انا جربت منتجات كتير جدا وما عجبتنيش خالص. طيب المنتج اللي انا بحبه وبحطه دلوقتي وجميل جدا معايا ومش بيبني على العرق، لا ده بيرطب، وفي نفس الوقت ان هو بيحاول يفتح البشره، وكمان ان هو بيقتل البكتيريا اللي موجوده في المنطقه دي اللي بتسبب السمار وكل الكلام ده. المنتج ده هو لحظه واحده عشان ابينه لكم، هو زنك اوليف. هو المنتج ده زنك اوليف. زنك اوليف ده تحفه جدا في المنطقه دي، بتحطوا كميه صغيره قوي على المنطقه وبتدلكوها لحد ما يتشرب. اول حاجه مفيش ريحه عرق خالص طول اليوم لحد الشاور اللي بعده، بيرطب وبيفتح وبيشد البشره وجميل جدا. طيب اللي هيشوفه دلوقتي هيقول لي ايه ده مرطب للجلد، المناطق اللي فيها الحفاضات. ايوه بالظبط كده، هو مرطب ليه بقى؟ لانه بيمنع البكتيريا في المنطقه دي وبيفتح المنطقه وبيشيل اي روائح موجوده فيها وكل حاجه. بجد لو جربتوه مش هتستغنوا عنه، بس مش بس كده، ده هتشيلوا كل ال يعني المنتجات اللي هي بتسد البشره، وان هي بتطلع اسمرار وبتجفف المنطقه وبتسبب التهاب، وانا اتكلمت عن الموضوع ده في كذا قبل كده، مزيل عرق. وفي كمان منتجات الله اكبر بتجيب سرطانات. فبصراحه المنتج ده رهيب وحلو جدا بجد، لو جربتوه حلو جدا، وكمان سعره مناسب تقريبا، كان عامل حاجه و30 جنيه، فمش غالي يعني، وفي نفس الوقت بيقعد كتير قوي معاكم. ده بالنسبه للمنطقه دي. بس هتطلعوا بقى كده تلبسوا هدوم نظيفه، وبعد كده تبداوا تحطوا اي برفيوم عندكم تمام، في على الهدوم بقى تمام. طيب بالنسبه كمان واماكن النبض، كمان في الاماكن اللي هنا لو حطيتوا كمان برفيوم بتحس ان كل السخونه بتحصل في المنطقه دي من دوران الدم في الجسم، بيطلع ريحه حلوه قوي معاكم. طيب بالنسبه كمان للبنانات اللي دايما بيبقوا دايما بره البيت وفي دروس، بيبقى في حاجه اسمها روليت زي كده، بتكون برفيوم اي نوع، حتى لو زيت اسمه زيت بارفان، ممكن تجيبوها من عند محلات العطور اللي بتبيع بالجرام، بتكون موجوده 10 مللي مثلا معاكم، بتبداوا تحطوا في اماكن النبض كده، بيفضلوا دايما ريحتكم حلوه لانكم معتنين بالبشره من كلها من فوق لتحت. وفي نفس الوقت ده بس كده عشان الجو بيبقى حر، او انتوا عايزين كده تعملوا ريفرش، فالموضوع ده بيكون حلو قوي وبيفضل موجود معاكم مده طويله وسعرهم مش غالي. طيب الايدين والرجلين والضوافر، الضوافر لازم تتبرد كويس جدا. انا برضو كنت عامله فيديو ازاي نبرد ضوافرنا ونحط اكلادور شكله حلو، هسيب لكم في صندوق الوصف برضو الفيديو ده. طيب بنرطب بايه؟ يا اما باللوشن، يا اما بزيت بسيط كده نقطتين ثلاثه ونبدا ندلكه. وفي للرجلين بقى الفازلين مع حبه كريم من اللوشن ده وحبه زيت بسيط، وبنبدا ان احنا ندلك رجلينا كل يوم بالليل قبل ما ننام. الموضوع ده هيفيدكم كتير جدا. طب احنا ما عندناش المنتجات ده، يبقى كفايه قوي الزيت ده اللي هو زيت الاطفال، بتحطوه على ايديكم ورجليكم كل يوم قبل ما تناموا، واول ما تصحوا قبل ما تلبسوا الشرابات بتاعه الشوز، فبجد هتفضل رجلكوا ناعمه وطريه وحلوه جدا. عايزين تدوها لون البينك الحلو، وفي حاجه اسمها دم الغزال او كريم دم الغزال، بيكون لونه احمر كده، بنقطة بسيطة بتدعكوا بيها الرجلين مع اللوشن او مع الكريم، بيكون حلو جدا ويفضل معاكوا وقت طويل جدا لحد ما تاخدوا شاور ويروح، ويبدأ كمان برضو بيكون في لون بينك كمان في الايدين والرجلين. ده بالنسبة لي يعني الجسم من فوق لتحت تمام. في تركة حلوة قوي برضو عايزة اقول لكم عليها، قبل ما تلبسوا الهدوم بتاعتكم لازم تعطروها، والمنطقه اللي هي عند الابط من بره كده نحط اي اسبراي تمام، اي اسبراي معطر او بادي سبلاش، بنحطه في المنطقه دي من بره عشان لما نلبس ونعرق البادي سبلاش كده يبدا يعمل ريحه، وتبقى الدنيا حلوه معانا وريحتنا دايما حلوه وجميله. ده اهم النقاط اللي ممكن نعملها. طبعا فتره البريود لازم نغير الحفاضه كل
ساعتين تلاتة بالكتير، تمام، علشان برضو تبقى دايما ريحتنا حلوه، وكمان نعطر الاندر ويرز بتاعنا سواء البرا او الاندر او القمصان الداخليه، لازم ان احنا نعطرها قبل ما نلبس عشان يبقى دايما الريحه حلوه. في ناس بتقول ان هي دايما بتعرق ودايما جسمها دهني. بصوا، بعد ما بترطبوا بشرتكم باللوشن وتطلعوا، تمام، بتحطوا بودره الاطفال دي على الجسم كله. البودره دي فايدتها ان هي تدي ريحه حلوه قوي، وفي نفس الوقت ان هي بتمتص الرطوبه اللي بتطلع من الجسم، فبتبقى دايما حلوه وريحه الجسم حلوه، وبتمتص العرق الزياده ده وبتكون حلوه جدا. في اوقات معينه بيبقى الكوتش بتاعكم بيبقى عامل ريحه مش كويسه، ممكن نحط حبه من البودره دي موجوده في الشوز ونلبسه. هو بس هيبقى عيبه ان هو بيخلي لون الشراب بتاعنا بيلونه بيد، بس ما بيبقاش ريحته وحشه خالص، تمام، لكن لما بيتغسل طبعا بيروح البودره دي. في كمان بودره للقدمين اصلا مخصصه للناس اللي بتعرق من قدمها، وفي نفس الوقت ان هي بتبقى يعني بتعمل ريحه مزعجه. في بودره معينه موجوده في الصيدليات لونها خضرا كده، مكتوب عليها بودره تقريبا للفوت او حاجه زي كده، فبتبقى مناسبه، الصيدليات كلها عارفاها وبتجيبها يعني، تمام. هبسم لكم برده الصوره هنا فوق عشان تبقوا عارفينها. ده بالنسبه للمجمل، تمام، لكل الحاجات اللي البنات كانوا عايزين يعرفوها وازاي نهتم ببشرتنا. لو بجد لو اتبعنا النقط دي كلها لحد طول العمر، صدقوني ريحتنا دايما تفضل حلوه، صيف شتاء خريف ربيع حر دروس، براحتنا هتبقى ريحتنا دايما جميله وحلوه، وبشرتنا دايما هتبقى نضره وجميله. ما تنسوش صندوق الوصف هيكون فيه فيديوهات كتير جدا على روابطها، عشان بجد هيوضح لكم كتير عن الحاجات اللي انا كنت بشرحها دلوقتي. ولو ليكم اي تعليق عن اي حاجه سيبولي في صندوق الوصف، سيبوني في التعليقات، ودايما هكون موجوده معاكم ودايما برد على كل التعليقات. ما تنسوش بقى الشير لاصحابكم للفيديو ده علشان هم يستفادوا ويعرفوا كل النقاط دي، ويبقى دايما ريحتهم حلوه وما يضروش نفسهم باي وسيله كانت. ومش هقول لكم بقى، تعملوا لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتوش. باي باي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.